إخوة صوت واحد الخلطة بحال دائما، ودرت فيها بروكولي وخيزو والتفاح والبيض والحامض، ونشفتهم مزيان من الماء. دابا نوريكم الطريقة كيفاش تنحضرها. شوف ما شاء الله الفراخ كيفاش تدير عليها. شوف شوف هادو دابا غير الوليدات الصغار تيحماقو عليها، والاخرين ها هما ما شاء الله كلشي تياكل. كلشي عزيز علي هاد الخلط. انا ولفت دابا الفراخ ديالي مره كندخل ليهم شي حاجه جديده. هانتوما شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله كلشي تياكلها محبوبه. ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. اللهم الاخرين كل شيء، اللهم لك الحمد فيا كلها. عزيزة عليهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله، ها ياكلوها ما شاء الله. إن الله خير سبحانه وتعالى. كما قلت لكم لابد ديروا بروغرام تدخلوا فيه الخضار والفواكه. ودابا الاكثريه دابا قرب دابا الصيف، الحال بدا تيسخن، خصو المواد اللي فيها الماء وفيها المنفعه. ايوا انا تنقدم لكم داكشي اللي درت بالتجربه، ان شاء الله الرحمن الرحيم النتيجه نتوما راه تشوفوها. اللهم لك الحمد والشكر، لا في الفراخ لا في ايوا ما شاء الله الحمد لله نشكره تعالى. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. كما قلنا البروكولي، خيزو، الجزر، الحامض، التفاح والبيض. غادي نوريكم الطريقه ديال التحضير ديالو بحال اللي وريتكم ديك المره فين. هذيك الاكله الخفيفه ديال الخيزو وديال الباربه في الشمندر، هذه حتى هي راه مزيانه. اللهم لك الحمد والشكر. عودوا فريخاتكم، عودوهم على الخضار وعلى الفواكه، على الحوايج اللي هما مهمين مزيانين ليهم الجسم ديالهم. طبيعة الحال الكميه تتكون ماشي كثيره بزاف، قليله. اليوم اعطيتهم شويه، غدا ان شاء الله نعطيهم شويه، نعطيها لهم في الاول ديال الاسبوع وفي الاخر ديال الاسبوع صافي. ايوا هادشي اللي كاين. اللهم لك الحمد والشكر. السلام عليكم.